واحد بالواحد كيعرفنا بالواحد بالواحد حيت المسؤولين الا بغاو يجيو ويطبقوا النظام ويعطيوه وما يضيعوناش ويعطيونا يبنيو لينا واحد المرافق اللي سوق نموذج الله يجعلو كنا جوج تعطي جماليه تاهي الله يجعلو كل فيه غير حيت كل انسان كل واحد ضد هادشي بحال السيد هذا عند وليدات هذا كثر مني في القيصاريه انا جيت صغير لقيته هو في القيصاريه انا شحال من واحد هنا جيت انا صغير جيت انا صغير عندي 16 عام صغير لقانا حنا جيت انا صغير عندي 16 عام دابا عندي 36 سنه عندي جوج بنيات دابا اش غديروا مصدر العيش ديالي انا هو القيصاريه شي حاجه دابا شوف 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 كاينه الوعود الكاذبه وهاد الناس المسؤولين ديال المنطقه كيعطيونا نقطه واحده هو انه كيقول لك عماله كيقول لك عماله مولاي رشيد ما لقيناش فيها واحد المجال ولا واحد المساحه اللي غنديروا فيها وحنا كنقولوا لهم فين هما دوك المساحات اللي بعتوا ودرتوا مع عمارات فين هما دوك المساحات اللي كانوا خاصهم يداروا مساجد ياه ماضي وراه حنا راه داخلين في الماضي داخلين في الماضي حنا ما نقتصرحوش حنا ما كنقتصرحوش حنا متضررين هما اللي مسؤولين اسمع هما مسؤولين عندهم مناصب عندهم مناصب عندهم مكاسب هما راه مريحين كيتخلصوا اشنا هي الخدمه ديالهم باش يكونوا الله يرضي عليك راه حنا عارفين كل واحد في المكتب ديالو اش كيدير كل واحد والمسؤوليه ديالو حنا بغيناهم غير يخدموا المسؤوليه ديالهم يهبطوا عندنا الارض الواقع ويديروا لنا داكشي اللي خاصو يدار هما عارفينه سوق نموذجي كيتوفر على جميع المسائل حنا دابا مقبلين على كاس افريقيا مقبلين على كاس العالم الدراري كاملين باش نوضح لك اي عماله عطاهم سوق نموذجي متفق معاك الدراري كاملين اللي دابا واقفين حدايا مع النظام باغيين سوق نموذجي باغيين النظام بغاو يجيو يبيعوا ويشريوا بالوقت ويخرجوا بالوقت بغاو ازقه اللي يقدر يدوز دابا كيجي عندنا مشتري ما كيلقاش منين يدوز وكيجي عندنا لص وكيجي عندنا لص كيلقى كيفاش يشفر هذاك المشتري علاش هاد الناس هادو ما جاوش فاش كانوا اللصوص هنايا بغيت نعرف علاش هاد المسؤولين اللي دابا جايين كيديروا الخدمه ديالهم الله يجازيهم بخير وحنا مع النظام ومع هادشي بغيناهم ديما يبقاو يجيو يديروا بحال ما ولكن حنا نخدموا تحت الظل ديالهم تحت المسؤوليه ديالهم حيت حنا لما كانش المخزن راه ما كاين والو حنا راه كاين الله الوطن الملك وعاش الملك اول كلمه واخر كلمه عاد بداو كيديروا لنا مناطق خضراء في عماله مولاي رشيد تسمع هذا موضوع اخر انتوا ما درتوش شي جمعيه هنا انتوا البعاله خويا حنا لا خويا حاولنا باش ننظموا جمعيه المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه ولكن لقينا صعوبات لقينا صعوبات لقينا صعوبات اخويا مع المسؤولين ديال الخيريه انا كنوجه وكنعاون المسؤولين ديال الخيريه هما اللي خاصهم يديروا الالتفاته لهاد الباعه وهاد القيصاريه الا ما بقاوش الباعه اللي كيديروا هاد الباعه المتجولين هما اللي كيحركوا هاد المنطقه بدون باعه متجولين سير عند صحاب المحلات ويقول لك هما غادي يقول لك هاد النقطه السلام عليكم السلام ورحمه الله انا في هاد المنطقه شي 18 ولا 20 عام 20 سنه وتلاتة حنايا كنترزقوا الله يلاه مكافين مع العائله ديالنا وصافي كانوا قبل كاين اللي مجوج مسكين كاين اللي ما مجوش عنده والدي هو اللي كيصرف عليهم حيت ما كاينش شي حاجه ما كاينش شي بديل واش حنا باقي غنمشيو غنخدموا باقي الشركه تقبل علينا حتى الصحه ما بقاش حنا غنمشيو كاع غنمشيو ندقوا على الشركه شحال عندنا من عام دابا عندنا 50 عام باقيش غنخدموا وعندنا وليدات وراه كاينين شي عيالات اللي هما كبار والله حتى كبار وكيفرشوا هنايا اللي سولتك كتقول لك راه عندي ولادي ما خداميش عندي بزاف ديال هي اللي هازه المصروف ديال الدار واش كتصور امراه عندها 50 عام ولا 60 عام هي اللي هازه المصروف ديال الدار من التفريشه وتجي تحيدهم يعطوني على البديل حنا ما قلنا والو عطوني على البديل حتى حنا راه حنا مزيانين اللي عطونا شي حاجه جات الشتاء حنا في العذاب جات الشمس حنا في العذاب جات اي حاجه حنا في العذاب حنا بغينا عافيه حنا ما باغيين حتى حاجه حنا باغيين غنعيشوا حنا ما باغيين غنعيشوا راه باغيين غنعيشوا ما باغيين حتى شي حاجه
والله يرحم الوالدين وشكرا. شكرا الاضافه اللي عندك تعرفوا على والديهم وعلى وليداتهم. واي واحد غتلقى هنا كتلقاهم جوج دراري ومخدمين معاهم جوج دراري اخرين، كتلقاهم جوج دراري. انا اللي كنهضر معاك عندي بلاصه فيها غير جوج متر ونص كندير الملابس الجاهزه ديال النساء، حنا جوج دراري كنخدموا فيها، جوج دراري وبجوجنا عندنا الوليدات، بجوجنا كنصرفوا على عائلات. انا قلت لك انا غير انا قلت لك غير انا هذه غير البسيطه. كاين اللي كاينين اللي هما ثلاثه مشاركين في طابله وكيخدموا معاهم جوج دراري صغار، كيعطيوهم في العشيه 30 درهم 30 درهم وكيديو معاهم هذيك البركه هما ديال 50 درهم ولا 60 درهم باش يوكلوا وليداتهم. غير بغيت نعرف انا هذا الرواج اللي كانوا دايرين الدراري رواج اقتصادي، بنادم كيهبط الكراج علان كيمشي لاسواق كبرى كيروج وكيجيب المصير ديالنا يا اخي معلق بالمسؤولين، وكما كنعاود لك معلق بهاد القس بهاد الخيريه وبالمسؤولين. حنا كنطالبوا بالمسؤولين يجيو عندنا يريحوا معنا، ماشي يعطيونا الوعود الكاذبه، وحنا بغينا مشاريع كما المشاريع اللي طلق صاحب الجلاله تحت المبادره ديال التنميه البشريه. راه حنا في ديال المبادره التنميه البشريه، راه هاد الناس كاملين اللي كتشوف هنا راه خاصهم يستافدوا من المبادره ديال صاحب الجلاله اللي كيطلق ديما وكيناشد بها. علاش هاد الشباب هذا ما يستافدوش؟ كاملين عندهم دبلومات، كاملين عندهم دبلومات، كاينين الناس هنا مراد ما كيشوفوش. هاد السيده هادي الناس اللي حداها هما اللي كيخلصوا لها. هادي كتبيع بلاش بلاش، هادي كتبيع الفولار وكتبيع البيجامه، كتجي مع الصباح. الناس اللي حداها هما اللي الا عطيتها انا الا عطيتها 100 درهم وبغيتها ترد لي الصرف كتعيط على هذا ولا على هذا، هو اللي كيرد الصرف. المهم كتخرج وكتكافح وكتبغي تجيب القوت اليومي ديالها. دابا بحال هاد الانسان استاذ هضري هضري. شحال من عام اللي انت هنا؟ راه شي 40 عام راك معانا. وبا كان با مات، با بقيت انا باش نعطيك. انا جيت مع با مات وبقيت انا اللي دابا لا مديت النظره الدراري اللي جايين يدفعوني. حنا اللي كنجمعوا لا هما اللي تيجمعوا لي يركبوني بالطاكسي. والله سيدي لا بديت من لا بنشري دواء. كتشوف مسكين والله اخويا انا لقيت الدراري هنا كان با الله يرحمه بقيت مع الدراري. صافي خلي واحد بديل ما كاين لا بديل لا والو، ما كرهناهمش يديروا لنا شي مبادره ولا شي حاجه حنا نخلصوا ونأديو الواجب ديالنا شي سوق نموذجي. واش كي كان انا كمثال جيت عندي 14 عام دابا عندي 32 عام كندير رزقي من هنا مولا وليدات دابا منين فين غادي نمشي؟ شحال الوليدات عندك؟ عندي ولد واحد عنده 5 سنين كنشرف عليهم من الفراشه كنشرف عليهم من الفراشه وعاد معايا دري اخر هو يا رب اسرع. حنا جوج دراري كي غادي نديرو اخويا دابا فين غادي نمشي؟ ما عندنا فين غادي نمشي؟